ببابك مولاي، إني ببابك أقوم بالليل، والأسحار ساجية أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي بالدموع ندم، بنور وجهك إني عائذ وجل، ومن يعوذ بك لن يشقى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي، تحلو مرارة عيش في رضا تحلو مرارة عيش في رضاك، وما أطيق سخطا على عيش من الرغد. من لي سواك ومن سواك ومن سواك ومن سواك يرى قلبي ويسمعه كل الخلائق ظل في يد الصمد. أدعوك يا رب، أدعوك يا رب، أدعوك يا رب، أدعوك يا ربي، فاغفر زلتي كرما، واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي، وانظر لحالي، وانظر لحالي، وانظر لحالي في خوف وفي طمع، هل يرحم العبد بعد الله من أحد؟ مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك، مولاي مولاي. أخوكم محمد كمال عبد المقصود، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والمصرية بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.